Moi, je suis pour l'autonomie régionale. Gentiment, il y a pas. Il y a pas politique, politique terre, drapeau ouest, les marches, les havik, et je veux te parler. À Talien de Balado, je suis très heureux d'avoir chez Mohamed, Malafia, ou dit-on l'eau, l'Ilman, Mahlouf, l'Adda. Qu'il est gentiment, je veux dire, je هما كيما جابوها للطوموبيل حطهم في الطوموبيل كيما ديما تطلت شفت الداخل حوايج بلاستيفيه ترونسبارون ما تتابعونه تصريحات لمآل فظيع لجزائريين اختاروا دروبا قاتمة بدلا من الوضوح اعترافات مرعبة بحقائق صادمة وسقوط في رعين الشيطان قد يجهل أغلبية الجزائريين وجودها أو يتجاهلونها فيما يجنح البعض إلى تسميتها تلفيقاً خدمة لأهداف تلك المخططات عبر دقائق معدودات سنكتشف سويا تدرجا في الأحداث لتنجلي شيئا فشيئا الحقائق في البداية مصالح الأمن تضع يدها على ما كان يبدو جماعة إجرامية مسلحة ولكن حزم المحققين يسقط قناع علاقات متينة بحركة ماك الإرهابية قبل أن يصلوا إلى خلفية المشهد وخيوطه التي تؤدي عبر دروب ملتوية إلى مناطق في العالم تعلن عداءها صراحة للجزائر إسرائيل والمغرب في إطار مزاولة مصالح الأمن لنشاطاتها الأمنية العادية في قرية تيكزيرت توصلت إلى المشتبه فيه الأول مخلوف صاحب حالة سلوكاته أثارت شكوك المحققين فعداؤه للهوية الوطنية غريب حد الشفقة حالته مليئة برموز غريبة وسقفها تعلوه نجمة داود الصهيونية المشتبه فيه كان عضواً ومناضلاً في حزب الأرسيدي تفتيش بيته رفع الغطاء عن مخزون سلاح مرعب من الصنف الأول والرابع وذخيرة حية ومبالغ كبيرة من المال بالدينار الجزائري وبالعملة الصعبة فرحات مهني كي actuellement président du MAC qui est en exil en France, qui demande l'indépendance de la Kabylie. On était des militants du même parti politique. Il a quitté où il a quitté le RCD. Je l'ai connu dans le cadre du RCD. Un peu partout, il y a les conclaves, les conférences, les meetings. Voilà que je vais faire demain. Pour politique, moi je suis pour l'autonomie régionale. المتهم مقاوم سابق في تسعينيات القرن الماضي وجدت عنده ألبسة بأزياء الجيش الوطني الشعبي والحماية المدنية تكثف التحقيقات والمتابعات لفترة زمنية يتطر فيها المحققون لطلب الحصول على الإذن لإجراء تفتيش إلكتروني من الجهات القضائية المختصة تبرز خيوط الحقيقة الواحدة تلو الأخرى تدريجياً المتهم وبالدلائل حاول عبر الانترنت تعذيل ذخيرة بندقية الصيد لتلائم سلاح الكلاشينكوف وادعى أمام المحققين أن ذلك كان من أجل الصيد صيد الخنازير ولكن هل كواتم الصوت هذه التي أمامكم هي من أجل الصيد أيضا؟ صيد الخنازير في صمت ربما ومنذ متى كانت ذخائر الكلاشينكوف تستعمل لصيد الخنازير؟ تخدم un adaptateur. Un adaptateur, puisqu'un fusil à pompe. Qu'est-ce qu'il tient? C'est des cartouches de 12. تروح عند اسمو le tourneur. يخدم لك la même en acier. Ou là, en aluminium. On va tirer bien. Normal. شوف c'est minor. سلاح هذا. صابو عندي تحت la cage d'escalier. خبيته تحت la cage d'escalier. في التكزير
مصالح الأمن تحركت بسرعة، الأمر لا يستوجب التأخير. المتهم الرئيسي لم يكن وحده، نحن أمام شبكة إجرامية مسلحة. بمجرد سقوط عناصرها بدأت تنكشف أبعاد أكبر وأعمق. حركة الماكي الإرهابية. قال لي طار راني نشوفك قاعد مع خلوف إلما. قلت له في القوارب باش تخدم تما. قال لي عندي لي بال 35 بال ولات بهم تاع كلاش. أنا كنت شغل انترميديال، عطى لي لي بال هادو 35 حبة أول شيء محمد مع العشية وديتهم له الإلما مخلوف للدار. عطى لي ولا شفت 500 ايكات ماكسيموم 500 ميل. قول يا طهر الماء كيحر شغل اونفا نحرر البلاد الاخر اونفا نديرو لانديبوندونس. قال لي دبا لي ديفينيسيون تاع الاخر تاع السياده لو دوز. كي قلت له ما نعرفش قال لي لكم ما تدباليش. قال لي المناصب قال لي جبت لي ديجا لي با تاع الاخر تاع الاخر تاع الكلاش. قال لي لكم ما تجيبليش. قال لي انا ديكلاريت الماء يمشي مع الماك بالدم بالدم تاعو حبل الماك ما كاش. كي ديتهم له هذا هو انا ما قاليش واش دار لي با استمر كي استمر صاير صح بيان سور دبت خاطري مشاكل. انا خدم فلاح هذا بنادم نعرفه في عزاز بيه واسمو موريس ايمان مخلوف. ها جا للسوق انا ندخل طونوبيل للسوق جا تما يهضر يبدا يهضر بوليتيك البوليتيك تاعو الضرابوات لي مارش هذيك يجبد بارك البوليتيك تاعو الاعلام هذو يهضر غير الاعلام في فرنسا الاعلام هذوك تاع الماكرون وزاد 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 شيوخ تاعو على ثما كيما تهوشت معاه قالوا لي هذا ما في فرنسا يدير في القهاوي هما يعيطوا القهاوي هما لي بار قالوا لي بلي راح يشرب ثما في لي بار غير يدير الاعلام معاه يمشي هذا المال مخلوف و عشيش من هنا تفهموا في السوق ومن بعد كنت تسمى بالطوموبيل تاعي قال لي عشيش من هنا ايش كنت تجيب الاولى لمنا غدوه ومن بعد كيما عيط لي الوحده تاع عمها قال لي روح او سيده ويسن هو يسنى في اجي فو سيردو كي لحقت لتما جاب لي شكاره هكذاك حلا انا كي طريت لداخل الشاشيات هذه لقيت محشوشات ايمن مخلوف ومن بعد هو واش عطى لي دراهم في الجورنال قال لي دخل 38 مليون انا ديت ما حسبتهم ما والو ديتهم حطيتهم عند هذايا عطى لي جوج ملايين. المعلومات المتوفرة لدى المحققين كشفت بيت عنكبوت منسوج بخيوط الخيانة والغدر، وهذا هو الذي أمامكم تشاهدون. من هنا من المجموعة الفيسبوكية التمزغ إسرائيل تحبك لعبة الغدر. إمعان المحققين أحالهم إلى نقاط مبهمة وإلى أسماء غريبة ليست جزائرية. تيار سارة، يونس ميموني، خيط رفيع جدا يقود إلى إسرائيل عبر بوابة المغرب، وطيف جهاز الموساد يحوم على كل شيء. سارة اليهودية رصدتها الأجهزة الأمنية الجزائرية من خلال استرجاع عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بحسابها، وهي تسكن في إسرائيل ولديها ولدان، أحدهما يعمل في جهاز الموساد الإسرائيلي والآخر جندي في جيش الدفاع الإسرائيلي، فيما رصد موقع يونس ميمون المغربي في السويد شمال أوروبا. كل هذه الأدلة التقنية الدامغة استخرجتها مصلحة مكافحة الجريمة المعلوماتية للأمن الوطني. المتهم كمال شين يعترف للمحققين بالعلاقات المشبوهة مع سارة تيار. J'ai appris en 2010. J'étais membre du MOC. J'étais secrétaire national à l'environnement. Les médias ont publié les médias, on les publiait sur Facebook, sur le site d'information Talmud, Talmud. On m'a ajouté dans un groupe. Bon, j'ai accepté l'adhésion. Thamazra Israël. Il y avait des Israéliens, mais là, c'est sûr, parce que Thamazra Israël. Voilà, quand on a dit un virus, j'ai dit l'indien. Elle devait être tous les deux là.
خاطري ما كنت عطي فيسبوك خاطري جي من الجيجان نجي نروح لاسرائيل بالك سي شنو قلت لها سي الا ما عندكش تروح قلت لها قلت لها كاين هنا بلاد زامينا يجتمعوا في الجروب تاع صغار اسرائيل اون فاشيشي بالك يفونتي ديل تما جي كونتاكتي صار تي اباك سيتي لا بريمير كو جي كوني في الجروب جي لي كونتاكتي قلت لها دابا عطاتني نيميرو تيليفون وقيلا جي لي دوني ولا جي لي اونفواي جي لي اونفواي جي سي با كومون بار ما شفتش كي عرفتها في الفيسبوك اسمها تاع الصح مكتوب صارت هي كيك عرفتها في الجروب هذاك تاع صغار اسرائيل ثلاثية المغرب والماك والموساد صارت واضحة الآن. مصالح الأمن رصدت تسجيلات صوتية بين المتورط في قضية اغتيال المرحوم جمال بن اسماعيل المدعو ماموسي فاكس المتواجد في السجن مع أحد المتورطين في قضية الحال. دلائل الإدانة رغم أنها قديمة إلا أنها تثبت التورط المفضوح لشبكة الماك في جريمة الاغتيال. أجل في الله سي فاكس سين ميرسيك فيف لا كابيلي فيف الماك فيف فرحة مهني فيف لا كابيلي انديبوندونس وينون بغاري وثقر وشار الحيض فيف الماك وتقوى الثارة إن شاء الله بربي هذيك شار بش داي إن شاء الله في لنا إن شاء الله أنفع العتبر سفاس. الروابط واحدة والشر واحد والهدف أيضا واحد، أمن وسلامة ووحدة هذا الوطن. حاشا لمنطقة القبائل الشامخة التي كانت ولا تزال مولدا لأبطال هذا الوطن الأشم أن تتحول مرتعا للعربيدين والصعاليك ممن لا ثوابت لهم. فالجزائر صامدة وواحدة موحدة ولن تسمح بسيادة خيوط الوهم.